السنة دي إن شاء الله مركزين من أول ماتش. ماتش موزمبيق مش ماتش صعب جدا، مش ماتش سهل. الكرة عامة في العالم اتطورت جدا، وتحديدا في أفريقيا كل شوية في تطور سنة عن سنة، فالمباراة ما فيش مبقاش في مباراة سهلة. بقى حابين ناخد كل ماتش زي ما قلت لك في الأول البداية، اللي هو عايزين كل ناخد ماتش لوحده، مباراة منفصلة. أهم حاجة تركيزنا كله على 3 نقط إن شاء الله، واللي احنا نكسب.